كانت زي القمر. بس اعمل ايه، فضلت طول الليل اعطس ودرجه حرارتي بقت 40 وانتوا ايه قاعدين تهيصوا وسايبيني. انت مش معايا خالص على فكره. ايه ده خالد؟ ايوه يا دينا. ايه اللي ايوه يا دينا؟ بقالي نص ساعه قاعده بكلمك وانت ولا الهوا، عمال تهزلي في دماغك وخلاص. انت مش معايا خالص. لا والله معاك. يا سلام. طب لو فعلا كنت معايا قولي انا كنت بقول ايه بقى. بصراحه ما اعرفش، انا فعلا مش معاك. ماشي خلاص، اسيبك بقى تكمل سرحان وطير. انا لا، انت رايحه فين؟ اكتر وقت محتاجك فيه. طب خلاص قولي بقى انت بتفكر في ايه وسرحان في ايه، عشان احس ان انا يعني ليا لازمه في القعده. قلبي وكنا على امي قوي يا دينا، توحشت نفسي اشوفها بس ولو من بعيد. هو انت يعني ما ينفعش تشوفها خالص؟ شوفها كيف؟ ده عم هاشم لو شفنا هيقتلني، ده بيقتلني كل يوم في الحلم. ما بالك لو شفني في الحاجة يعمل فيا ايه؟ طب بقول لك ايه، انا جات لي فكره، ما ينفعش تكلم اي حد من صحابك، اي حد من قرايبك، تطمن عليها منه، وحتى كمان ممكن تخليه يروح لها بالتليفون وتكلمها. تسلم دماغي، بس اكلم مين؟ الوضع صغير ابن خالي ده اكتر واحد بثق فيه. خلاص كلمه دلوقتي. ربنا يخليك ليا. ايوه ده عصران، بقول لك ايه، ما تكررش كلامي. قاعد مع حد؟ انا خالد ابن عمتك، طمنا على امي يا عصران. تعبانك ايه؟ انت بتقول ايه؟ عم مين؟ عم هاشم خد بيتنا؟ سلموا على الفضل الكريم ازاي؟ اقفل يا عصران هكلمك تاني. اوعى تفكر في اللي انا بفكر فيه، ابوس ايدك، عمك لو شافك دلوقتي ممكن يقتلك يا خال. امي محتاجاني يا دين، ما عارفش اعمل ايه. فعلا ده اكتر وقت امك محتاجه لك فيه. بس بقول لك ايه، انت لازم تهدى وتعقل كده، لازم تفكر في اي حاجه قبل ما تعملها. استر يا رب، انت معاها، انت احسن مني يا رب. اهدى يا خالد عشان خاطري. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل في البلد دي؟ ايه كمية السرقة والعنف الموجود في الجرنان النهاردة ده؟ يعني كأن البلد كلها ما بقاش عندها وعي. وان شاء الله بقى الوعي هيجي لها منين؟ من الاعلام بتاعك اللي لاهي الناس كلها في الكورة ومشاكل الكورة واجور الفنانين يا شيخة. والله الواحد قلقان، مش عارفة البلد دي هتروح على فين. ربنا يستر. هاي سام. هلو. هاي ازيك؟ عاملة ايه؟ هاي ميت. اهلا. ايه هو خالد زميلكم ما جاش ولا ايه؟ لا خالد ما شفتوش النهارده خالص. ولا له اي كمانجة. يمكن يكونوا طلعوا في مظاهرات النهارده واحنا ما شفناهمش ولا حاجه. ايه معقول؟ طيب ممكن لو عرفتي اي حاجه بلغيني؟ اه طبعا، اول ما يظهروا هقول لك. اكيد. ها اوكي اوكي. باي 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 باي. هاي سهى. هاي. انا ماجي زميلك لؤي. اه عارفاكي طبعا يا ماجي، ازيك؟ طيب هو فين دينا ولؤي، مش شايفاهم؟ والله هم بقالهم فتره ما بيجوش. طب ممكن لو عرفتي اي حاجه تبلغيني او تبلغي سهام. خلاص اوكي. مين سهى؟ اكيد اكيد طبعا يا حبيبتي. باي 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 باي. هاي يا سهام. هاي يا عماد. هلو ازيكي سهى، عامله ايه؟ يعني ايه يا ماز؟ يعني ايه الكليب مش هيتنفذ دلوقتي؟ ده اسمه تهريج، امال هيتنفذ امتى ان شاء الله؟ والله يا ياسمين انا زعلان ومتضايق اكتر منك. امال في ايه يعني؟ الشركه المنتجه ظروفها زي الزفت اليومين دول، خصوصا بعد ما سوق الكاست اتضرب، عشان كده وقفوا تسويق الكليب ده وكليبات تانية كتير. حبيب قلبي الظروف انتاجية ايه؟ انت بتصدق الكلام ده؟ والله هم قالوا لي كده في الشركة، انا ما اعرفش بقى. يا خسارة يا خسارة، الف خسارة. كان نفسي اصور الكليب، كان هينقلي نقلة فنية كبيرة جدا. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا شايف ان احنا نستنى عليهم شوية، بعد كده واحدة واحدة نحاول نقنعهم لحد ما يوافقوا ونصور الكليب. هموت يا حمار. بقول لك ايه يا ياسمين، انت هتصوري الكليب ده وبكره الصبح لو عايزه. منين؟ انا اللي هكتبه لك. طمنيني يا مناضله، عملت ايه في الامتحان النهارده؟ انا مش عارفه ايه كميه الاستهتار اللي بقوا فيها دي،
محدش فيهم كده بربطة المعلم يجي الامتحان. انا كلمت ماجد قبل اللجنة بس لقيت تليفونه مقفول على طول. وهم كمان كلهم تليفوناتهم مقفولة برضو؟ على فكرة دي خطة ومقصودة، ودينا كمان معاهم. كلمتيها على الموبايل؟ هبكلمها اشوف حكايتها ايه. ماجد ده انا بقيتش فاهماه. سيبك منه، انت عملتي ايه بالظبط في الامتحان يا بنتي؟ مفيش حاجه ما حلتهاش، ان شاء الله جيد جدا. هو يعني السؤال الاخير عصلك معايا شويه بس على مين؟ جاوبته جيد جدا فقط. ده ايه الفشل ده؟ انا الحمد لله بلا فخر امتياز مع مرتبه الشرف. ليه بقى؟ لانكم تقدروا تلقبوني بلقب ملك التوقعات المرئيه في اسئله امتحانات الجامعه. مفيش سؤال توقعته الا وجه وجاوبته 100%. طب وطي صوتك يا اخويا احسن، يقول عليك مسرب الامتحانات ودي بقت موضه. انا ما بيهمنيش الكلام ده، انا بفرقش معايا اي حاجه. انما انت صحيح ما قلتناش عملت ايه؟ انا الحمد لله طلع مبسوط. لا ما هو باين على وشك فعلا منتهى الانبساط. الحمد لله عدى تاني يوم في الامتحانات، عقبال الايام الجايه ان شاء الله. المهم ان انت تكوني اقتنعتي بكلامي ان خالد ده فاشل فاشل فاشل. انا مش عارفه ده خالد ده سلبي ليه قوي كده، يعني هو عشان محلش اول يوم في الامتحانات ما يجيش تاني يوم؟ يا بنتي خالد ده كبير ويجري ورا الجاموسه في بلدهم، ده ملوش علاقه بالتعليم اساسا. وقال ايه؟ كان عايز يرتبط بيا. ما ينفعش طبعا يرتبط بيا، انسان لا يعتمد عليه اصلا. ده ما فيش واحد فيهم كتب كلمه في اول الامتحانات، ده حتى طلعت عمل له محضر غش. هاي هاي يا جماعه، مع اننا تاني يوم النهارده في الامتحان، ربنا يديكوا طول العمر، احب ابلغكم النتيجه قبل كنترول، ان انا ناجح بتقدير مقبول جيد جيد جدا، اجتياح مع مرتبه الشرف. يا ابني اللي انت فيه ده، عموما الف مبروك مقدما. الله يبارك فيك يا سامي، ميرسي جدا، ربنا. ما شفتش ماجد، ما تعرفش مش بيجي ليه؟ ماجد مين؟ ماجد. لا اكيد دلوقتي ماجد التعليم مش في دماغه خالص، لانه بقى نجم كبير. طبعا نجم كبير. يا رانيا، البنت سهام دي تكره اي حد في عيشته. انا متاكده ان الحاله النفسيه اللي زي الزفت اللي عند سهى دي بسببها. ايه هي لسه موضوع ايهاب معلق معاها؟ مش هي اختارت التمثيل؟ تستحمل بقى. ايوه. لا 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 ما اعتقدش. بقول لك ايه، انا عايزه اقول لك على حاجه، انا اخدت قرار خلاص مش هكمل امتحانات الترم ده. ما تناقشنيش يا رانيا في الموضوع ده من فضلك، خلاص انا قررت. طب يلا سلام دلوقتي، نتكلم بعدين. يلا سلام. صفية اقمري يا ست هاني، مش حضرتك اللي في الدور التاني؟ ايوه انا اللي ساكنه جديد. مالك بتعيطي ليه؟ ابني سعيد الست هاني ما عنده القلب، خدته ورحت بين مستشفى اكشف عليه، فين وفين لما لقيت حته اقعد استنى فيها جنب السجن. قعدنا نستنى الدكتور 3 ساعات، الدكتور كشف عليه قال عايز عمليه ضروري، وعشان نستنى دورنا في المستشفى قدامنا 6 اشهر. الدكتور اللي كشف عليه قال لي ممكن اعملها له في مستشفى خاصه في نفس اليوم. قلت له تتكلف كام؟ قال لي مبلغ كبير قوي، وانا وابوه على باب الله، والواد نايم جوه صحته كل يوم في النازل، مش عارفه اعمل ايه. خدي دول خليهم معاكي، الف سلامه عليه وربنا يطمنك عليه ان شاء الله. كتر الف خيرك يا ست. ايوه ست هاني، هي عمليه ابنك هتكلف كام بالظبط؟ 30,000 جنيه. طب روحي غيري له هدومه بسرعه، انا هطلع شقتي وانزل على طول. ايه تاكس تاكس، مستشفى الزهور لو سمحت. يلا اركب. اطلع يا
لو سمحت لو سمحت يا اللي هنا اي حد يجيب ترولي بعد اذنك. عايزين ترولي لو سمحت. ايه ده؟ بكلمك يا بني ادم. حول الله يا رب. لا حول الله، مش قادره اصدق. بقول لك ايه، ممكن تجيب لنا ترولي لو سمحت؟ ثانيه واحده يا امي. ثانيه واحده، كتكون قرف. تعالوا تعالوا. هو ده الدكتور اللي قال نيجي هنا؟ يا دكتور احنا عايزين نعمل العمليه لسعيد في اسرع وقت. انا جبت لحضرتك الفلوس المطلوبه للعمليه، كل التكاليف موجوده ما تقلقش، بس الولد في حاله خطر اكيد حضرتك عارف. انا بس عايز حضرتك تهدي خالص وتطمني، واحنا نعمل لازم وان شاء الله خير. اوكي بعد اذنك. اتفضل. ايوه عصران. يا دي عصران، اسمع اللي بقول لك عليه، ما تكررش اسمي. انا خالد. اهلا يا خالد، انت فين؟ انا في الناجع، كمان نص ساعه اكون عندك. بقول لك ايه، ماشي كل الخدم اللي في البيت وسيب الباب اللي ورا مفتوح. حاضر يا خالد، اللي تؤمر بيه. امي فين؟ في اوضتها. طب اقفل خشمك لحد ما اجي. سلام. يا رب احنا غلابة قوي يا رب، وحداني يا رب، يا رب يقوم بالسلامة. ما تعمليش في نفسك كده يا صفية، ابنك هو بيعمل العملية وهتنجح وهيبقى زي الفل، قولي ان شاء الله. اسمع من بقك ربنا يا ست دين، يا رب ينصرك على عدوينك يا رب، في الزمان ده مفيش زيك. ان شاء الله احنا هنديكي الفلوس اللي دفعتي. ادفع عليك من ايه؟ ده مبلغ كبير قوي. ايه اللي انت بتقوليه ده اصلا؟ انسي الموضوع ده خالص، معقوله الكلام ده؟ مالكيش دعوه، سعيد لما يكبر هيديهم لي غصب عنه. قول يا رب بس، بلاش الكلام اللي ملوش لازمه ده، تقوليه دلوقتي واهدي كده. خير يا رب، يا رب خير يا رب. يا رب. اهو خلصوا. خلصوا. ايه ده؟ ابني مات يا دكتور؟ ابني مات؟ أما خالد، اللي جاب توحشتك ده يا أم، بعد ما حملتني وحملت ترى أبوك غصب عني، ما قدرش أكتر. سامحيني. يا ولدي توحشتك. ايه اللي حصل يا امي؟ ايه موضوع البنك ده؟ انت
عرفت عرفت مش عارفه يا خالد مش فاهمه. عمك بيقول ان ابوك خلص فلوسه على الانتخابات وكمان باع له الارض قبل ما يموت، وانا ما بفهمش في الورق والكلام ده. ما تقلقيش يا امسكهم، خدي دول، دول كل اللي معايا، خليهم معاك. تنسيت ان والدك بقى راجل ولا ايه؟ اشتغلت في مصر وربنا كرمنا. سيبني تاني يا خالد. غصب عني يا امي، هجيلك تاني. قول لي عمك شافك وانت جاي؟ محدش شافني. انا عارف ان عم هاشم بالذات لو شافني هيقتلني. بعد الشر عليك. اهرب يا ولدي، اوعى تخليه يشوفك. بس ارجع اشوفك انا. بتوحشك يا خالد. وانت كمان ما تقلقيش على ولدي. ولدك راجل من دهر راجل. ورحمة ابوي اللي ما خدت عزاء. لا اعرف مين اللي قتل واخد بطاره. اطمن. لا اله الا الله محمد رسول الله. السلام عليكم. ازيكم يا عرايس؟ ازيك يا عيشة؟ عيشة عايشة بس يا ولد. كنت موا بس يا ولد، سيبني في حالي. اللي عامل ايه يابا؟ عامل جمعية وما قبضتهاش عشان ما دفعتش زي الزفت. وانت عاملة ايه يامه؟ من بحره زي الزفت. وطول ما ربنا كرمكم كده ومثبت لكم الحال ده هاجيلكم. عاملة ايه يامه؟ سبتني ليا طلقت، سبتني ليا ضلايا في الهم ده انا واخواتك. جراوي ليا وانا رحت فين؟ ولا انت يعني شايفاني قرطاس جوافه ولا ايه؟ يا ريتك كنت قرطاس جوافه، كان جاب حقه. انما انت اخويا قعدني طول اليوم على القهوه، عامل لي كده زي الشيخ المقطوع نادره، بيتشخص في اللي رايح واللي جاي. خلاص يا اما معلش. معلش يابا بقى. فين يا ام العيال؟ وحشوك قوي يا اخويا. اه والله وحشوني. يا عطا يا شوقي يا شوقيه. تعالوا يا عيال تعالوا. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله. ايه العفانة دي؟ خد يلا قسموا على بعض. يلا في اولادكم ما تتخانقوش. يلا جبت لي ايه يا طلع؟ جلابيه. انا عارفك ما بتصليش الجمعه، يبقى ما تصليش بيها دي. وانت يا تعيش وتجيب لي يا ضناي. جبت الكيس ده ليك يا ماما. ربنا يخليك يا حبيبتي يا ماما. مش عجباني بس هاخدها. أنا عارف. أنا عايز فلوسها طلعت. الواد الجعيري ليها عندي 80 جنيه. فضحنا عليهم في الرايحة والجاي. ودول بتوع إيه يابا؟ قمار يابا. صح؟ قمار. يابا أنت رجعت للقمار تاني يابا. يابا القمار بيجيب الفقر يابا. شوف يا طلعت. القمار أمار. واللي ما يروحلهوش يبقى حمار. وأنت عمرك كسبت أصلك. أنت هتديني فلوس ولا هتباكتنا يا طلعت؟ ما تقلقش يابا. وانت كمان ما تقلقيش ياما، كلها خبطتين بس وهنمشي من الحته المعفنه دي. هنروح فين يا واد؟ هنروح حته كده ياما تكون هاديه، محدش فيها يعرفنا ولا نعرف حد، ما يكونش فيها قهاوي ولا يكون فيها بياعين في الشارع. نقب ياما نطلع. نطلع نطلع فين؟ السطوح يعني ولا فين؟ ياما نقب على وش الدنيا، نشم هوا نضيف، ناكل اكله نظيفه زي بقيه الناس يا جدعان. هقولك على حاجه يابا، خد مش خساره فيك. امسك يابا دول فلوس الجعار يابا. اوعى يابا تلعب بيهم قمار، احنا داخلين على ليله تانيه يابا. والنبي حتى لو قدنت في امادنا اللي فيه فيه. ما تقلقيش يابا ما تقلقيش، هتتعدل. اهم حاجه انت بس خلي بالك من العيال وشدوا حيلكوا كده في البيت. انا ماشي. يلا قوام كده يا ضنايا. يا اما ورايا مصالح والله، حاجات لازم اعملها، هجيلك تاني. قول لي يا طلعت انت سرقت الفلوس دي منين؟ بس انت عارف انها مدخوله مني انا.
من يوم ما خدتها بضمان شخصي من المدرسه. سلام عظيم. لكن مسؤوليتك عنها دي مش كانت هتنتهي بمجرد ما فيها عمل شريف تعيش منه؟ ايوه عال. اه انا شريف وهي هتعمل معايا، يبقى هتعمل عمل شريف. انا نفسي اعرف سبب واحد يخليك تسيب بيت اهلك. يا اما خلاص العيشه معاها انا ما بقتش عاجباك. ما هو كده كده يا حاج، انا كمسيري همشي يعني. اكيد في يوم من الايام كنت هتجوز واروح اعيش في حالي. ايوه بس انت لسه ما اتجوزتش. لا ما انا انا اتجوزت. ايه؟ اتجوزت؟ ايوه يا عم اتجوزت ياسمينة. يا نهار ابوك اسود، ما هو ده اللي انا كنت خايف منه. طبعا ما هو اللي يمشي في السكه البطاله لازم يتلط. ازاي يا ابني تتجوز وما تقولناش؟ احنا ملناش حق عليك؟ مالكش امي تقول لها انا هتزفت ياما؟ انت يا ابني جبت الجحود ولا سوا دول منين؟ ياما جحود ايه ياما؟ ياما ما انا يعني اللي حصل ياما عامل ايه يعني؟ انا لو اعرف انك هتطلع قاسي وجاحد بالشكل ده كنت خلصت منك وانت في اللفه وفطستك. اهدي اهدي بس، اهدي بس يا سمير. لا مش ههدى، اطلع بره، انا مش عايز اشوفك في البيت ده تاني. اطلع بره فين ياما؟ انا كنت ماشي ياما، انا سايب البيت اصلا عشان الاوفر اللي انا عايش فيه ده، مش دي شنطتي ياما. اطلع بره ياما، انا كنت ماشي. سلام يا حاج سلام. فاهمين يا زينة؟ ازاي يا طلبة؟ يعني ينفع اضحي بالقرشين اللي انا محوشاهم على القرشين اللي انا واخدهم من طلعت عشان اشتري شقة؟ يا بنت فهميني. الله، هي دي اي شقة؟ دي في احسن حتة في مصر. وبعدين انت هتدفع 400,000 جنيه بعد شهرين بالظبط، انا هجيب لك عليهم 200,000 جنيه زيادة، فاهمة؟ يعني الشقة دي ينفع نتجوز فيها انا وطلعت؟ يا بنت تتجوزي فيها ده ايه؟ بقول لك ده شغل. انا نفسي ربنا يكرمنا بعمليه كبيره ناخد فيها قرشين نشتري لنا كده شقتين ثلاثه، اتفرجي بقى على المكاسب اللي هتنزل علينا. الشقه دلوقتي بتتاجر باليوم. طب اخد راي طلعت الاول. وطلعت هيعرف مصلحتك اكتر مني ولا ايه؟ طب قول لي بس الاول اخبار الباشا ايه؟ باشا بقى له فتره ما بيتصلش، مش عارف ليه، بس عموما هو كده بيتصل لما يعوزني. امال بتاخد البضاعه من مين دلوقتي؟ دي اسرار شغل يا بت، ما تتدخليش في اللي مالكيش فيه يا زينة. نعم يا اخويا، وانا مش في الشغل ده ولا ايه؟ طالما حقك بيوصلك ما تسأليش، مالكيش فيه. طب انا خارجه انا وطلعت النهارده، انا بقولك بس للعلم يا اخويا. ها هتقابليه فين؟ مش استأذنتك مالكش فيه. نعم يا اختي. امضي هنا حضرتك. امضي. اتفضل. ألف مبروك يا جماعة. شكرا. بالرفاء والبنين بإذن الله. الله يخليك. ألف مبروك يا عروسة. مبروك يا فؤاد. لا فؤاد إيه بقى، ده أنا عريس. مبروك يا عريس. بارك لي في عمرك ويخليك ليا وما يحرمنيش منك أبدا. ألف مبروك يا مامي. عقبالك يا روحي. ألف مبروك يا أنجل. مبروك يا روحي. لا لا لسه بدري قوي ولا ايه يا مامي؟ لسه بدري مين؟ ده انت هتتخطفي خطف. مبروك مبروك يا عريس، مبروك يا فؤاد بيه، مبروك يا عمي على الطلاق. انت عمي عارف ليه؟ عشان انت قدرت توصل للي انت عايزه. ولد احترم نفسك. سوري يا مامي، سوري. I am so sorry. مبروك يا عروسة. ولد انت اتجننت، انت اتجننت رسمي. نسيت اعرفك. مين دي؟ سوسو مراتي، مضيفة أكبر كباريه في شارع الهرم. لا 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 أنت مجنون، مش ممكن مش ممكن طبعا يا ابني. يوه مش عاجبكي ولا إيه؟ خلاصي أنت خلاصي. إيه اللي بتعمله ده؟ إيه اللي بتعمله ده؟ هي حرة تقولي اللي هي عايزاه. أنت مش حرة وبتعملي اللي أنت عايزاه وتتجوزي اللي أنت عايزاه. أنا كمان حر وأعمل اللي أنا عايزه وأتجوز اللي أنا عايزه. وانا اخترت دي سوسو. خلاص خلصت اللي عندك ولا لسه في كلام تاني عايز تقوله؟
يا عريس عايز تطردني ولا ايه؟ لو ما اتكلمتش بقى ده هطردك.